في عدد 15 يقول: وحزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. هنا معناها مش إنجيل السلام، يعني معناها تستعد للوعظ، لكن بيشير أخبار يسوع السارة اللي بتمدنا بالسلام مع الله. لما أنت يكون عندك يقين الخلاص ويقين وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلبك وفكرك في المسيح يسوع، لما يكون عندك السلام من جهة مصيرك الأبدي، وعندك السلام من أجل مركزك، معالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وضيعتي إلى ذلك اليوم، هذا السلام أساس وطيد للشجاعة والثقة وتحمل المخاطر في سبيل الشهادة للمسيح أمام العالم. بدون السلام في القلب ده، بدون هذه الثقة، بدون هذا اليقين في مركزنا في المسيح وفي ما رجائنا في الحياة الأبدية وفي خلاصنا الأبدي وفي تطهيرنا من خطايانا إلى الأبد وفي بالغفران الكامل، بدون السلام في القلب ما نقدرش نخوض السباق، ما نقدرش نكمل المسيرة، ما نقدرش نشترك في العمل الكرازي بكفاءة. هيبقى الإنسان تعبان ومنحني ومركز حوالين روحه، لكن الاستعداد لمواجهة الموت مثلا هو جزء من استعداد إنجيل السلام. عارف هكون فين بعد كده، وعندي يقين، واليقين ده بيملأ قلبي وحياتي، وكذلك في مواجهة الاضطهاد. وبعدين يقول في عدد 16: حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. إيماننا هو الخط الأول في دفاعاتنا، والله بيستجيب لإيماننا. ولما أقول إيماننا، إيماننا مش في زواتنا، إيماننا في المسيح. يقول الكتاب في بطرس الأولى إصحاح 5:8: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلحه هو. فقوموه. قوموه إزاي؟ قوموه راسخين في الإيمان. الإنسان اللي عنده هذا الإيمان وعارف الحق الإلهي من كلمة الله ومتشبع ومتشرب بهذا الحق الإلهي، إنسان حياته بتكون على الصخر. وهذا يأتي بينا إلى العدد اللي وراه، يقول إيه: وخوذوا خوذة الخلاص. ليه الخوذة؟ إحنا تكلمنا إن الخلاص، إن المعركة هي أساس المعركة مع العقل، المعركة في العقل، العقل هو ساحة المعركة. لازم تحمي عقلك، لازم تحمي أفكارك. تحميها بإيه؟ النيجاتيف، إنك أنت السلبية، إنك أنت أفكار الشر والنجاسة والكبرياء والبغضة والكراهية تحط لها حد بنعمة المسيح، وتملأ أفكارك بالأفكار المتشبعة من كلمة الله. وده يجي لنا بيقول خوذة خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. لأن كلمة الله كما تقول الرسالة إلى العبرانيين في 4:12: حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. لما تتشرب بكلمة الله، كلمة الله تحفظك. لما تقتبس فيها وتعيش فيها، حاجتين يحصلوا: تشعر بقوة للثبات وبمقاومة إبليس بناء على كلمة الله، عندك أساس بترتكن ليه، كلمة الله التي لا تسقط، ووعوده وحقه، حقه الحق الإلهي بيقول كذا قدام الضلال، ما تتهزش، تبقى على أرض صلبة، وحينئذ هينشط إيمانك طبعا.
ويتجدد رجائك، لأن لازم الإيمان، الإيمان مش بحاجات في الهواء، الإيمان ليه أساس ثابت وراسق عليه يستند ويرتكن، ليه حقائق، وعقلك يبقى في وضع الاستعداد للتصرف حسب ما يرضى الله، يرضي الله. اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. وإبليس يهرب، يضطر يهرب قدام كلمة الله. الحاجة الثانية جاء هيعود لكن يتركك في هذه اللحظة. عايز أقرأ من تثنية إصحاح 6 عدد 40، واسم كانت لبني إسرائيل وما كانش عندهم الغنى في كلمة الله اللي احنا عندنا في العهد الجديد، غنى كلمة الله وكنوزها اللي اكتملت في العهد الجديد. لكن هو بيقول لبني إسرائيل إيه؟ بيقول في إصحاح 6، اسمع يا إسرائيل، بيوصيهم، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك، ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. فكم بالحري إحنا، كام واحد بيقعد يقرأ الكتاب في اليوم نص ساعة، كام واحد، وبتقعد قدام التلفزيون قد إيه، وقدام الإنترنت، وقدام الفيسبوك، ومع الناس، وفي الآخر تبقى عايز تقرأ لك جزء من إصحاح بالعافية بسرعة وتروح تنام. ده لو قريت. أنا تعجبني السيدة الفاضلة اللي هي عملت ملجأ أيتام، مش ليليان تراشر، السيدة الثانية اللي عملته في المقطم. سمحت مرة منها في أكتر من خدمة، ماما ماجي اللي سابت كل شيء وراحت تعيش مع العيال في المقطم الفقراء، وباعت كل حاجة وصرفتها عليهم وعايشة معاهم علشان المسيح، من أجل الرب يسوع توصل ليهم المسيح. فبتقول اقرأ كل يوم على الأقل 4 إصحاحات، اقرأ 4 إصحاحات وتأمل فيهم، اعملها حاجة تعملها في حياتك، هتشعر بفرق كبير أكتر في حياتك. في بداية حياتي الروحية سمعت نصيحة عملت بيها فترة من الزمن فادتني جدا، إنك تقرأ الكتاب نص ساعة كل يوم، مثلا ربع ساعة وربع ساعة. لو قريت الكتاب هتخلصه، وكل ما تقرأ فيه أكتر كل ما تشتاق ليه أكتر، وكل ما هتعرف إن فيه كنوز أكتر، وهيبنيك وهيحفظك ضد التجارب إبليس. لما تيجي التجربة تلاقي الآية في قلبك وفي ذهنك تقاوم إبليس بيها، لما يجي تعليم غريب تلاقي الآية في قلبك وفي ذهنك تقدر تقاوم إبليس بيها، لما الكتاب المقدس تتشبع بيه وتلاقي صورة أو حاجة ظهرت قدامك تبقى أنت مش متقبلها، لأن الرب يسوع كلمة الله في قلبك متشبع بيها. وزي ما سفر التثنية اتكلم على هذا، ده مهم جدا يا إخواتي إن احنا نتشبع بكلمة الله، لازم لابد. من غير كلمة الله هذا السلاح ما تقدرش، سيف الروح اللي هو كلمة الله تقدر تحارب بيه إبليس. ليه ناس كتير ضعفة؟ لأنهم بيهملوا الكتاب المقدس. يقرأ كل حاجة، لكن وممكن يقرأ كتب روحية، لكن كلمة الله تلاقيه تعبان فيها ومش عايز يقرأ بانتظام. طب ده أنت بتأدي الدراسة بتاعتك وبتقضي سنين بتقرأ وبتدرس
عشان تبني نفسك لمهنة معينة. طيب كتاب الله وكلمة الله اللي هتنفعك للحياة الأبدية، هتنفعك لمسيرك هنا، عشان سيف الروح في يدك، ما تنتبهش ليها. بعد كده هنتكلم في الحلقة الجاية بنعمة ربنا، لأن الوقت مر بينا، الآية اللي بتقول مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه. لأن زي ما تكلمنا لكلمة الله، الحياة الروحية أيضا قوة الصلاة وعلاقتي بالله اللي هي مصدر قوتي، واللي هي متأسسة ومبنية على الصلاة. إزاي نحصل على قوة الله العاملة في حياتنا؟ إزاي نطلقها؟ فقط من خلال الصلاة. عشان كده الرسول يقول في هذه الآية مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين بهذا بعينه. هنتكلم عن هذا في المرة الجاية، ونتكلم إيه اللي يحدث لما ما نصليش، إيه اللي يحدث، لأن الشيطان بيدخل بمراحل عدم الصلاة، وتبتدي تحمل الأثقال، وتبتدي ترهق، وتبتدي تشعر بالضعف. يقدر يجي لك زي الحيوان الضعيف في البرية، لما يبقى هو دايما الأكثر عرضة للإفتراس، تضعف يعرف يضرب عليك في وقت الضعف، في نقطة الضعف اللي عندك. آمين.